بص، الاقتصاد له اكثر من رافض، علشان بس نبقى متفقين. احنا زمان جدا طول عمرنا من واحنا صغيرين قد كده اللي نعرفه ان الاقتصاد مثلا في مصر، في يقول لك مثلا قناه السويس، السياحه، الصناعه، الزراعه، تمام ماشي. وبالوقت بدانا نفهم ونطلع ونكبر وندرس في الكليه ونتخرج ونعرف اكتر وما الى ذلك، وصولا الى ما يطلق عليه الاقتصاد المعرفي وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مش بس في أنه يبقى في عندك خدمات تكنولوجيا معلومات زي مثلا التليفون المحمول والإنترنت وما إلى ذلك، لا، مسألة أوسع من كده كمان. طيب، مصر عملت أو بالأدق خلقت استثمارات بقيمة 10 مليون دولار مع الجماعة البريطانيين، شركة PwC. طيب أنا عايز أفهم أكتر، وببقى سعيد لما بلاقي الحاجات دي بتحصل في بلدنا. افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مصر للتكنولوجيا ETIC التابع لشركة PwC البريطانية، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال الاستشارات والخدمات المهنية. زي ما كنت بقول لك، حجم الاستثمارات تقريبا 10 مليون دولار أمريكي. طيب، الشركة عايزة إيه أو بتشتغل في إيه؟ ابتكار حلول رقمية وتطبيقها في مجالات رئيسية زي خدمة تحليلات البيانات والأمن السيبراني. فاكرين كنا بنتكلم امبارح الكلام ده مع الدكتور شريف حازم نور الدين، إتاحتها في السوق المصري، تصديرها لعملاء الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا. بصوا، الحدوتة كبيرة، خلوني أخد معانا على التليفون مع الوزير الدكتور عمرو طلعت. أهلا 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 يا دكتور. اهلا اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الاستضافه الكريمه وكل التحيه والاحترام. منورنا منورنا دايما يا دكتور. انا كنت بتكلم على انه العالم يتطور، ويتطور فيه كمان روافد الاقتصاد، فاصبحت التكنولوجيا والاتصالات صناعه حقيقيه وصناعه بتريليونات الدولارات في العالم، وعلى ما يبدو اصبح لينا نصيب وافر من هذه الاستثمارات في مصر. ودينا بنتكلم على شركه PwC و استثماراتها في مصر، عايزين نفهم اكتر يا دكتور على ده. حاضر يا فندم، انا هحاول اشرح الموضوع ببساطه. يعني احنا واحد من اهم اهداف استراتيجيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تعظيم الصادرات الرقميه. عشان نشرح للساده المشاهدين يعني ايه صادرات رقميه، يعني ان انا من مصر اعمل مثلا برامج اصدرها لدوله اخرى، او ان انا انفذ مشروعات برمجة وميكنة في دولة أخرى. طب هل ده متاح؟ أيوة فندم متاح، لأن التكنولوجيا النهارده أصبحت تتيحه إن أنا أقدر أشتغل مع ناس في دولة أخرى من خلال وسائل الاتصالات. أقدر أبعت الشغل اللي أنا بعمله يراجع في لدى العملاء في دولة أخرى ويرجع لي. أقدر أنفذ مشروعات في دولة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وأنا موجود في مصر. وبالتالي أصبحت فكرة إن أنا أقدر أنفذ مشروع من دولة لدولة أخرى، أو إن أنا يعني أتمم أعمال لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات في دولة أخرى، أمر سائد في دول العالم كله. ده أول نقطة. النقطة الثانية إنه كل دول العالم تشهد شح شديد في عدد الخبرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في الدول التي تشهد التي تشهد تراجع ديموغرافي، عدد سكانها ليس في ازدياد، وبالتالي المهارات الموجوده فيها ناقصه ومحتاجه مهارات اكثر. من هنا لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر فرصه يعني مهمه جدا لابد اننا نقتنصها، انه تبقى مصر مركز لما نسميه التعهيد. يعني ايه التعهيد؟ يعني تيجي شركه عالميه زي شركه PwC وغيرها كتير، يعني هنتعرض للفكره دلوقتي. تيجي هذه الشركات تجد ان مصر فيها مهارات باعداد يعني كبيره، فيها كوادر مدربه، فيها شباب متعلم تعليم جيد ومدرب تدريب جيد، فيقول طب انا هعمل مركز في مصر اعين فيه مجموعه
من هؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وتلقوا تدريب لكي يتمموا مشروعات ميكنة في دول أخرى وهم مقيمون في مصر. دي فكرة التعهيد. بدأنا استراتيجية منذ حوالي 5 سنوات بالتركيز يعني المكثف على التدريب وبناء المهارات. كان واحدة من أهم أسباب ومستهدفات استراتيجية بناء القدرات إن احنا نجذب الشركات العالمية لفتح مراكز تعهيد لها في مصر. جينا في نوفمبر الماضي أقمنا فعالية شرفنا بحضورها دولة رئيس الوزراء، وشهد توقيع عقود مع 29 شركة عالمية من مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة، من أوروبا، من الهند، من الإمارات العربية المتحدة، من باكستان. شركات من كل هذه الدول قررت أنها تقيم مراكز تعهيد لها في مصر أو تتوسع في مراكز التعهيد اللي كانت موجودة منذ فترة ولكن لم تنمو. من خلال مجموعة هذه الاتفاقيات الشركات دي هتعين 34,000 متخصص في خلال 3 سنوات. هؤلاء ال 34,000 متخصص هيصدروا صادرات رقمية كل سنة قيمتها مليار دولار. الله. اللي المركز اللي سيادتك اشرت اليه هو واحد من المراكز اللي احنا وقعنا اتفاقيه اقامتها في نوفمبر الماضي، كان افتتاحه يعني اول امس زي ما سيادتك تفضلت. طبعا شركه بي دبليو سي واحده من الشركات العالميه الرائده موجوده بقى لها كتير جدا في مصر، لانه ممكن حد من الساده المشاهدين يقول بي دبليو سي اسم كبير وموجود في مصر منذ فتره طويله. بالفعل هو موجود في مصر منذ يعني علمت لما زرت شركة انه موجود من اكثر من 100 سنه في مجال المحاسبه والاستشارات الضريبيه. الجديد انه بيفتح مركز لتنفيذ مشروعات الميكنه لتطبيق منظومات برمجيه لعملاء خارج مصر. طيب ده كلام عظيم. المركز بدا ب 500 متخصص، هي سعيد جدا بلقائهم لما فتحت المركز، شباب يعني مشرف مجتهد متعلم دؤوب يعني لديه تصميم على انه يبني لنفسه مستقبل ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات. ان شاء الله الخطه انه المركز يصل الى 5,000 متخصص في خلال بضعة سنوات، في خلال 3 سنوات القادمه 23 24 25 المركز هيبدأ في تصدير صادرات رقميه قيمتها 300 مليون دولار. ده الحقيقه هو الاستثمار المهم، يعني مش بس ال 10 مليون دولار اللي هو اقام بها المركز، المهم هو اللي حجم الصادرات بتاعتي كل سنه، فضلا عن فرص العمل اللي هيخلقها. يعني ان شاء الله ان شاء الله الحجم اللي احنا بنتكلم فيه لو حضرتك ذكرته 300 مليون دولار ده حجم سنوي مستهدف باذن الله. 300 مليون ده 3 سنين لمركز واحد من ال 34 مركز. والله ده شيء عظيم يا دكتور. طيب يعني مش هينفع ابقى يعني معايا على التليفون معالي وزير الاتصالات وما اسالش على مستقبل الداتا سنترز في مصر، يمكن انا مشغول شويتين بقالي حبه كده بمسألة. الخط قطع في السؤال اللي نفسي فيه دايما. طيب على العموم انا كنت بتكلم على اللي كنت حتى بقوله امبارح على مستقبل الداتا سنترز في مصر، او تقدر تعتبرها اسمها مراكز البيانات. العالم بدا يتجه لده، بالاخر مركز بيانات يعني مخزن ضخم كبير جدا للبيانات، سوبر ميجا سيرفرز بتبقى موجوده، بالتاكيد مش موجوده يعني في منشاه عاديه، لازم تبقى منشات معموله بمواصفات وبطرق معينه. وكنت حتى امبارح بقول انه الجماعه الصينيين شطار في القصه دي وحطوا لنفسهم مستهدفات. معانا مره تانية على تليفون معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت. اهلا بحضرتك مره تانية يا فندم. اهلا بيك يا فندم. كنت بقول انه ما ينفعش يبقى معانا معالي وزير الاتصالات وما اسالش على مستقبل الداتا سنترز في مصر، وتحديدا الصيغ التنفيذيه لقانون حمايه المعلومات وامن المعلومات في مصر. هنبدا امتى نشتغل على ده يا فندم؟ داتا سنترز. لا احنا شغالين على ده فعلا بكثافه،
على موضوع مراكز البيانات او الديتا سنترز. احنا في محادثات مع اكثر من شركه من الشركات العالميه لاقامه مراكز بيانات لها في مصر. ده يعني يلزمه تعديل تشريعي او تشريع جديد؟ الاجابه لا، التشريعات الموجوده كافيه ل يعني جذب الشركات لهذا المجال. احنا بالفعل يعني في حراك مستمر مع مجموعه من الشركات من اكثر من دوله في العالم لجذبها لاقامه مراكز بيانات لها في مصر. عظيم جدا. يعني انا اظن اللي فاضل لنا بس هي المذكرات التنفيذيه للتفعيل. اللائحه التنفيذيه لقانون حمايه البيانات، ولكن هذا يعني لا يعوق اقامه مراكز بيانات في مصر. هل احنا حاطين تارجت لده يا فندم؟ يعني الصين حاطين تارجت 30 مليار دولار. احنا حاطين تارجت، انا دايما اضربها واعذرني في استخدام المصطلح، اضرب المثل بانه انا بلد واخده ناصيه وبحري، وعندي الكابلات اللي بتمر عن طريقي بتاعة الانترنت، عندي عدد لا بأس به بل هو عدد كبير بالفعل. صحيح، لدينا عدد كبير من الكابلات الدولية اللي بتمرر البيانات من الشرق إلى الغرب، ودي ميزة يعني قوية في مجال مراكز البيانات. لدينا بالتالي ميزة نسبية ان احنا نجذب مراكز البيانات لها في مصر. التحدي اللي بيواجهنا ان كل دولة النهارده بتسعى ان يكون بياناتها موطنه داخلها. فبالتالي يعني لابد ان احنا نوجد جدوى اقتصاديه لشركات مراكز البيانات لكي تقيم مراكز بيانات لها في مصر، وده اللي احنا شغالين فيه مع شركات المتخصصه في هذا المجال. قدها وقدود باذن الله. انا بشكرك جدا جدا معالي الوزير، كل الشكر لحضرتك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.